السؤال اللي جاي سؤال سهل جدا جدا، ولكن هيتجاوب غلط. شكرا. لأنه هو سؤال الحقيقة خبيث. سرعة البديهة. والسؤال هو: كم مرة تكرر الرقم 2 في الصورة؟ 9. إجابة خاطئة. قعدت انبهكم. مسعد اجابتك 11. صح، كلهم بيقولوا لك 10 وانت مصمم على 11. ليه 10 مش 11؟ اجابه خاطئه. بذمتكم الاسئله الصعبه بتجاوبوها والاسئله السهله بتطير منكم ازاي؟ تالت سؤال ما يتجاوبش في الحلقه.